في مجلس اللي بالكرم يثني الحيل يا مرحبا وعداد وابل المخايل الشيخ يحل معقدات المحابيل مجري الهياب وفي الخصايل علي سند صيته من الجد يلسهل ذخر وسليل معدلات كل مايل امجري يا شيخ انفدا كدع بل يا حر من وكر الحرارة لصايل سمرت ليلا يفهم الحزم الحيل مهام الشوق اللي تفل الجدايل على ما غنى المجد جر المواويل حرك ما بالخطر وريد الرسايل مع طول بالي قمت اطاولك يا ليل اعطيت للهجوس ضرب الصمايل اللي قصر عن ما قفل بارد الحيل ما بيع انا لازم مدور بحايل والله لا من صكت عليها المحابيل مجرب الفسعات رجل الجمايل بينه وبين النعمة واصل ومواصل والنعمة ما يات الرجل بس هايل في مجلس اللي بالكرم يثني الحيل علي من واجب ضيوف عقايل على الشحم والطيب والبن والهيل يا مرحبا وعداد وابن المخايل شيخا يحل واستصعبه أهل الحيال والمحايل روس تنافسها على القال والقيل وتغيب نهجة الأمور الصمايل يا جعلهم فدوة لمن يوفي الكيل شيخ يمره كلمته بالفعايل علي سند صيته من الجد ينسهل ذخرة وسليل معدلات كل مايل النعمة ما جاله دعاية وتمثيل يرتكون الصعب عوان تساهل يشهد لنا فعلا ما بين القبايل منصة فرج السجود المقفل عقل الخصيم الياسمة كل عايل على الخوي مثل القراح الشهالير على العدو وين من الشر سايل كسابة الناموس جيل المثر جيل اليبتدى بالرئيس شوط الاصايل وان كان تبغى عن جهي صفر خمسة خمسة.